يزور وفد اقتصادي بحريني رفيع المستوى جمهورية الصين الشعبية في هذا الأسبوع في زيارة ينظمها مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. انطلقت أعمال الجولة الترويجية الاقتصادية التي ينظمها مجلس التنمية الاقتصادية إلى جمهورية الصين الشعبية برئاسة معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة، حيث بدأ الوفد الذي ضم مسؤولي مجلس التنمية الاقتصادية وممثلي القطاعين العام والخاص جولة ترويجية للمشاركة في أعمال منتدى التكنولوجيا المتقدمة 2018 والذي تحتضنه مدينة شنغن ويحضره كبار المسؤولين وخبراء التكنولوجيا ورواد الأعمال. لا شك أن الجولة مهمة جدا، خصوصا نحضر معرض التكنولوجيا العالي التقنية في الصين في مدينة شنزن، ولا شك أن هذه الجولة مهمة لتعريف العالم وتعريف الشركات الصينية بإمكانية مملكة البحرين وما تقدمه من تسهيلات للمستثمرين، ولا شك تنظيم ممتاز من قبل مجلس التنمية الاقتصادي. احنا سعيدين أن محافظة العاصمة وقعت مع مدينة شنزن اتفاقية من عامين الصداقة، واحنا الان في التعاون مع المجلس الاقتصادي توقيع عدد من المذكرات اللي بيصب في تنمية العلاقات التجارية، لان هذه الاتفاقيات جدا مهمة خصوصا لان توقع بين المدن يسهل على الشركات للانتقال والتعاون والاستثمار في البحرين. يسعى المجلس من خلال هذه الجولة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بهدف استقطاب الاستثمارات الصينية إسهاما في خلق المزيد من الفرص الوظيفية في السوق المحلية، وتشارك البحرين في منتدى الصين للتكنولوجيا المتقدمة بجناح للترويج للإمكانيات التنافسية الاقتصادية التي تتميز بها البحرين. مجمل العلاقات ما بين البحرين والصين هي علاقات جيدة ومتطورة، العلاقات السياسية في تطور، العلاقات الاقتصادية في تطور، وكذلك العلاقات التجارية والاستثمارية. تحاول البحرين عبر مشاركتها في مثل هذه المحافل والمؤتمرات والندوات والمعارض التعريف بالبحرين، الترويج للبحرين، التعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة والآمنة لمملكة البحرين. تهدف الجولة كذلك إلى البناء على ما تم إنجازه من تعزيز العلاقات بين البحرين والصين بعد الجولات الترويجية الناجحة السابقة، حيث حققت العلاقات البحرينية الصينية في السنوات الأخيرة تطورات ملموسة كان أبرز نتائجها استقطاب شركات صينية كبرى وتوقيع مذكرات التعاون مع المؤسسات الخاصة في المملكة. طبعا اليوم الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حتى على مستوى النمو اللي موجود الآن في الصين اللي يراوح من بين 4 إلى 4.5%، خلال الأربع سنوات الزيادة في الناتج المحلي حق الصيني خلال هالأربع سنوات الجاية على هالمعدل النمو يعني بيخلق ناتج محلي ما يساوي ألمانيا، تصور بس هذه في الفترة الأربع سنين. اقتصاد ضخم لا يمكن أن احنا نتقاضى عنه، فوجودنا اليوم طبعا لتقوية العلاقات مع الشركات الصينية مع مدينة مهمة في الصين، مدينة شنجن هي تعتبر من المدن اللي فيها الابتكار وشركات التقنية المتحدثة، منها تنسنت، منها علي بابا إلى آخره. شرفنا بالحضور إلى الصين باعتبار النصيب من الاقتصاديات العالم القوية وأكبر مصدر ويعتبر مصنع العالم. احنا اليوم بهدف ترويج للبحرين، وهذه فرصة بالنسبة للبحرين للترويج لنفسها ولجذب الشركات الصينية للقدوم للبحرين للاستثمار الأجنبي. طبعا احنا يعني بهدف المشاركة مع الصين على في سياستهم العامة لتفعيل ما يسمى بالسلك رود اللي هو طريق الحرير.
وقد ألقى سعادة السيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كلمة في افتتاح منتدى التكنولوجيا المتقدمة، أشار فيها إلى استفادة البحرين من تطوير العلاقات البحرينية الصينية، وكيف للمملكة أن تعظم استفادتها من التحول للاقتصاد الرقمي في استراتيجية طريق الحرير الصينية التي تتلاقى مع رؤى وخطط البحرين الاستراتيجية لتعزيز مكانتها كأحد أهم رواد التحول نحو الاقتصاد الرقمي في المنطقة.